السلام عليكم ولادي تلاميذ السنه الثالثه متوسط. اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى ومنه وكرمه غادي نديروا تاسك 8. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وازد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال لك هنايا I work with my partner and interview him or her as in the example. قال لك نخدم مع شريكي ونسقسيه ولا نسقسيها كيما هاد لي زيكزامبل. مي I know you like reading. So what do you read? قال لك انا على باليش باللي تبغي تقرا. اذا ماذا تحب ان what do you read? ماذا تقرا؟ My partner I read encyclopedias. الموسوعات انا اقرا الموسوعات and other books about science and animals. ونقرا بعض الكتب كتب اخرى مثل العلوم والحيوانات. هنا مي نكملو. هنا واش نديرو؟ مي how often شنقولو؟ وهنا يقولك I always read. يعني كم مرة؟ how often do you read book؟ نيشان ولا لا؟ how often read book بينا شنقولو؟ كي قالك I always read شنقولو؟ how often do you read books؟ how often do you read books. أنا قالك ألو I always read books. أوكي دروك نديرو حنايا إكزامبل واحد آخر. طلبوا منا نديرو إكزامبل واحد آخر. نقولو باغ إكزامبل I know نكتبو باغ إكزامبل مي نكتبو I know أنا أعلم شوالة تاني I know باغ إكزومبل شنديرو I know do you listening to music ديرو do you listening to music so إذن شنديرو so what do you listen so what do you listen to نيشان my partner جاوبني my partner يقول لك I listen by example كل واحد يدير I listen على حسب هاد ال شوفوا على حسب هاد ال هاد ال example I listen to Algerian by example Algerian music and classic music كل واحد يدير شا الاكزامبل يبغي classic music ومن بعد شنديرو نقولو how often مي سقسيه نقول له how often شنقولوا له how often do you listen to music how often do you to music كم مرة تسمعوا الموسيقى نقولوا my partner شريكي يقول لي I always Listen to music. نزيدو نكملوها at weekend. سي بون ولادي نتمنى كو فهمتو معايا هذا التاسك 8 وإلى
تمارين مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.